السلام عليكم شباب بريب 3 ان شاء الله مع بعض النهارده هنحل اخر اكزام في سلسله الجيومتري ونكون وفينا بوعدكم معانا خلصنا 17 اكزام الجبرا و17 جيومتري اكزام مطروح جفرنوريت طبعا يا شباب هتلاقوا لينك ليست سواء الجبرا والجيومتري في الكومنتات والديسكريبشن ادخلوا على اللينك اعملوا لي سيف عندكم عشان تنتظروا مننا مفاجئة. لو لقينا اقبال على الفيديوهات وانتشار واسع ليها هنكمل لكم كمان فيديوهات ل 2023 تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا الكريم في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كركت انسر فروم ذس جيفن وانز نمبر 1 انسكرايبد انجل ان سيمي سيركل از الانسكرايبد انجل بتبقى مرسومه في نص دايره اللي هي كده الانجل دي تبقى مالها الانجل دي بتبقى رايت right بالظبط بعد كده في نمبر 2 بيقول the sum of measures of the interior angles of a quadrilateral equals السؤال تراكمي ده 360 degree نمبر 3 بيقول a circle has a circumference of 8 by length unit so the length of the diameter equals not length unit the circumference equal 2 by r يبقى ال 8 by equal 2 by r هنكنسل الباي مع الباي

تاتشينج، اكسترنلي اللينس ده كده ب 9 سنتيمتر واحدة منهم 5 سنتيمتر يبقى التانية كام؟ 9 5 تبقى 4 سنتيمتر عشان يكون لك الايه؟ ال 9 نمبر 5 بيقول لي if a rectangle has length of 3 سنتيمتر and a width of 2 سنتيمتر then its the surface area equals square سنتيمتر سؤال so تراكمي بسيط جدا الاريا لينس باي ويتس 3 باي 2 تبقى 6 سكوير سنتيمتر نمبر 6 بيقول لي x, y, z, l is a cyclic quadrilateral in which measure angle x equal to measure angle z. زين measure angle z، ادي ال x, y, z, l. بيقول لي إن ال x double z، يعني لو ال x افترضناه مثلاً إن هو 2x degree يبقى z x degree. طبعاً دول 2 opposite angle يبقوا supplementary، يعني 2x plus x equal 180 degree. يبقى 3x equals 180 degree يبقى x 180 divided by 3 تبقى 60 degree يبقى x الواحدة ب 60 2 by 60 120 ودي 60 بيقول لي ميجر انجل زد بقى ميجر انجل زد اللي هي 60 degree ننتقل بقى لنمبر 2 اللي تقريبا بيقول لي ان ذا opposite فيجر اي بي اي سي ار تو كوردز ان ا سيركل M, D, E are the midpoints of AB and AC. Measure angle B, A, C, اللي هي فوق دي 65 5 ديجري measure angle D, M, e, اللي هي دي طبعا هو مديك الحل عن طريق midpoint D is the midpoint of AB و E is the midpoint of AC. يبقى على طول ال e midpoint M, A, A, يبقى ال-M, E perpendicular to AC. طالما perpendicular يبقى Measure angle M, E, A 90 ديجري Right angle. ناحية التانية دي is the midpoint of AB. M D perpendicular to AB. يبقى measure angle M D A 90 degree. يبقى from the quadrilateral A D M E, measure angle D M E equals 360 minus 90 plus 90 plus 65. بالكالكولاتور هتطلع على الـangle. 90 plus 90 plus 65.

يبقى ميجر انجل بي 90 ديجري يبقى اقدر اطبق الباي سيجر عشان اجيب الرياديوس وعشان اجيب الرياديوس هجيب منه الاريا بقى طيب اجيب البي ام ازاي بي ام باور 2 ايكوال اي ام باور 2 ماينس الاي بي باور 2 يعني ال 10 باور 2 ماينس الاي باور 2 المفروض نكتبها كده 10 باور 2 ماينس الاي باور 2 10 باور 2 100 8 باور 2 تبقى 64 اعمل لهم ماينس يبقى 36 يبقى الـ mb equal square root 36 واللي هي 6 سنتيمتر عايزين بقى الـ area of triangle abm area of triangle abm اللي هي half by base by height يعني half times 8 اللي هي الbase times 6 أو. يبقى half 8 4 4 by 6 تبقى 24 square centimeter وده request في نمبر 3 لتر اي بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر سي دي از ا تانجنت تو ذا سيركل ات سي سي دي باراليل تو اي بي ميجر انجل اي ام بي اللي هي 120 بروف ذات تراينجل سي اي بي از ان اكواليتر تراينج جميل خالص هنبدا بميجر انجل اي سي بي اللي هي فوق دي اللي هي الانسكرايبد انجل دي اللي عندها الارك اي بي واللي هو هو نفس الارك بتاع اي ام بي يبقى ميجر انجل اي سي بي هتبقى هاف ميجر انجل اي ام بي هاف ال 120 تبقى 60 ديجري ليه؟ لان يعني سكرايبد اند سنترال انجلز سبتندد باي ذا سيم ارك اللي هو الاي بي يبقى اللي فوق دي 60 معاك بقى باراليزم لازم هتستفيد منه معاك ان الدي سي باراليل للاي بي يبقى التو اركس اللي ما بينهم ايكوال ان ميجر يبقى التو كوردس ايكوال اللينس بص التسلسل ده Measure arc CA equal measure arc CB, then CA equal CB, معاك isosceles triangle في equal 60 على طول يتحول من isosceles ل يبقى from 1 and 2, triangle CAB is an equalateral triangle, وده الريكوست request. Letter B بيقول لي in the opposite figure, ABC is a triangle inscribed in a circle, X belong to AB, Y belong to AC. where AX measure arc AX equal measure arc AY CX intersect AB at D BY intersect AC at a. E, prove that BCED is a cyclic quadrilateral طبعا واضح حرف X هو مش مديك غير حاجه واحده جيفن تقدر تستفيد بيها رغم ان المساله شكلها مكعبل اللي هي هتكون ابسط مساله سايكل كوادريليتر درستها في الامتحانات كلها هو مش مديك ان الارك اي اكس ايكوال اي واي ام ميجر يبقى على طول التو انجلز بتاعتهم بص على الارك ده الانجل بتاعته اهي والارك ده الانجل بتاعته اهي يبقى ميجر ارك اي سي اكس ايكوال اي اكس ميجر ارك اي بي واي and they are drawn On DE, and on one side of it, you better cycle quadrilateral, shukran. Number four, liter AB only, in the opposite figure. Measure angle ABE equal 100 degree. Measure angle CAD equal 40 degree. E belong to CB. Find us, prove the triangle. La, prove that the triangle ADC, law for i is an isosceles triangle عايزين نبروف ان ده isosceles عشان نبروف ان ده isosceles لازم نبروف ان في تو انجلز ايكوال ام ميجر ازاي ده بقى؟ انت معاك حاجه جيفن اصلا تسهل لك كل حاجه ان ال ABCD اذا سيكليك كوادرياليتر الشكل اللي قدامك ده سيكليك يبقى الاكستريور انجل دي ايكوال الانتريور انجل دي ايكوال 100 دري دي خلصت نص السيناريو ومعاك الترينجل دي اي سي في انجل 100 وانجل الثانيه 40 يبقى نقدر نجيب الانجل الثالثه ان احنا نعملهم بلس وماينس 180 يبقى 180 ماينس 140 تبقى 40 ديجري عايز يبروف ان ترينجل اي دي سي از is ان ايسوسيلس ترينجل طب انا معايا ميجر انجل دي اي سي ايكوال دي سي اي ايكوال 40 ديجري يبقى ده ايسوسيلس ترينجل عشان هتكون الاي دي ايكوال الدي سي وده الريكوست البروف بتاع الامتحان ده ابسط من البساطه before 4B بقى بيقول لي in the opposite figure A, B and AC are two tangent segments to the circle at B and C measure angle A 40 degree find us prove measure angle D تبعك ال A, B هيكونوا A, C هيكونوا equal in length على طول ليه عشان ال A, B A, C, two tangent segments يبقى معاك isosceles triangle ده equal ده يبقى measure angle ABC B, C equal A, C, B equal 180 minus 40 divided by 2 تبقى نجيب الكالكليتور تبقى 180 minus 40 divided by 2 تبقى 70 ديجري يبقى دي كده 70 ودي كده 70 معاك بص بقى ركز معايا في الانجل اللي بره ده الانجل دي تانجنسي والانجل دي انسكرايب دي الاثنين عندهم نفس الارك اللي هو بي سي بو ايكوال ام ميجر يبقى ايكوال 70 ديجري وده الريكوست في نمبر 5 لتر A بيقوللي in the opposite figure a circle with center M measure angle mbc equal 40 degree find with prove measure angle pac اللي هي انت معاك في center m طالع منه mb و mc يبقوا دول equal عشان radius يبقى ده isosceles triangle يبقى measure angle mbc equal mcb equal 40 degree يبقى الانجل دي كده ايكوال 40 يبقى عشان نجيب ميجر انجل ام هنعمل 180 ماينس 40 بلس 40 اللي هي 80 يعني 180 ماينس 80 تبقى 100 ديجري يبقى احنا جبنا الانجل دي اللي هي السنترال خلي بالك 100 لو تلاحظ السنترال دي الارك بتاعها بي سي معاها انجل ثانيه كومون اللي هي بي سي بس دي إنسكريبت هما سبتندد باي ذا سيم ارك يبقى الانسكرايبد دي اللي هي بي اي سي هتبقى هاف السنترال اللي هي هاف ال100 تبقى دي 50 ديجري وده الريكوست لتر بي واخر اكزامبل معانا بيقول لي ان ذا ابزيت فيجر اي بي سي از ان inscribed triangle انسايد ا سيركل bx is a tangent to the circle at b, ad parallel to bx, prove that ab is a tangent segment to the circle passing through the vertices of triangle acd. يبقى انت لازم تبروف ان الأنجل اللي هي التانجنسي إيكوال الانسكريبد. نبروف ده ازاي؟ كل حاجة بديها لك عشان تبروف ده اصلا. انت معاك ال bx is a tangent يبقى معاك تنجنسي انجل اللي هي cbx إيكوال الانسكريبد انجل. اللي هي CAB دايما تدور على tangent اسمها inscribed ودي كده تقدر تسميها number one، AD parallel لل BX والBD transversal to them يبقى measure angle ADB equal measure angle DBX alternate angle دي كده equal دي دي number two يبقى على طول كده معانا الثري انجلز دول هيكونوا ايكوال ميجر ميجر انجل سي اي بي هتكون ايكوال ميجر انجل اي دي سي وده اللي احنا عايزينه اصلا يعني انت انسى دي خالص بقى فروم 1 و ممكن تقول له كده يبقى على طول اي بي از تانجنت سيجمنت تو وهو ده الريكوست. كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفاده الاكبر والاكبر طلبه جميع المراحل عرض السنه دي مش هيتكرر عرض الاونلاين طلاب البرايمري جريد 4 و5 و6 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن تبقى طالبين مدتها ساعه وساعه كافيه جدا ووافيه وده عن تجربه لانه منهجهم سلس وبسيط رغم ان هو كبير ككم لكن سهل وبسيط وان شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونة ان احنا نزود سيشن زيادة او كده ونظبط الدنيا بالنسبة للطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضو بريب 1 تبقى الميزة فيها ان هي لطالب واحد فقط وده عرض برضو استثناء السنة دي لان الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس من السنة الجاية هيبقوا اتنين وتلاتة فالموضوع السنة دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 آه برضو وقت الحصه ساعه رغم ان هو طالب لوحده ان وقت الحصه ساعه وزي ما هو موضح آه اهم حاجه انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضو بس ابلكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابلكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت ينزل معاك بكل سهوله وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان إحنا مش بنبدأ نشتغل أو مش بنبدأ السيشن غير لما تكون مؤكدة مسبقاً. السيشن دي عشان تفهم إحنا بنعمل فيها إيه بنعمل فيها كالتالي: السيشن دي بتبقى ملك للطالب، يعني الطالب بيكرر فيها بيحل فيها إكزامز، طب يا مستر ما أنت بتحل لنا الإكزامز، افترضنا إن في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الأونلاين أكتر. طالب حابب نحل قبل ما يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها. طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الأول، في وقت يا مستر؟ آه إن شاء الله في وقت، رغم إن إحنا في خلاص فاضل وقت قليل على الامتحانات إلا إنه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله، لإنه إحنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبة كتير. طيب، حابب نحل إكسرسايز بتاعت ليسون معين، ريفيجن، نشرح أجزاء معينة من المنهج، مجمع شوية أسئلة واقفة معاك وحابب تفهمها. اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده. اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه بنشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز ميعادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لينا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنه عن اللي قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم